حوار بين فاروق وعبد الرزاق حمد الله. فاروق يحاول يكسب وقت، كسب وقت مع الكرة الماضية. كرة عند فاروق، حوار بين الاثنين، فاروق بن مصطفى وعبد الرزاق حمد الله. الكرة ملعوبة إلى وسط الملعب، ترجع مرة ثانية. الحكم شاهد الحوار اللي كان بين فاروق بن مصطفى وعبد الرزاق حمد الله. في هذه اللحظة حكم المباراة يوقف اللعب، السيد ستيفانسكي. هذا الحوار الأخير، عبد الرزاق حمد الله يحصل على إثرة، على بطاقة صفراء مع فاروق بن مصطفى. الاثنين يحصلان على بطاقة صفراء من حكم المباراة ستيفانسكي، لأنه كانت الأمور من البداية فيها حوارات ساخنة بين الاثنين. من الكرة اللي كان فيها فاروق بن مصطفى يحاول معها على استهلاك الوقت، ثم بعد ذلك جرى حوار بين الاثنين. هذا الحوار لم ينقطع حتى جاء تدخل حكم المباراة ستيفانسكي الذي أشار للاثنين بطاقتين صفراوين. هذا الحوار في بداية بين الاثنين. الحكم يفصل الأمور باتخاذ الصفراء.